دونك يلزم ديما نكونوا حاضرين. الحمد لله اليوم على اللي حضرناه واللي خممنا فيه انه باش يصير كنا حاضرين له وتوفقنا اليوم وفقنا ربي باش ناخذ تروبنا. اليوم علي صنوان لعب في بوست جديد عليه، لكن مالغري سا قدم اداء محترم. احنا راضيين معنا الاداء اللي قدمه، لكن ظروف الماتش تحكم انه لازم يصير شونجمون هذاك بوسك عنده كارتون، وخفنا من الكارتون واش ما نقدروش نلعبوا ناكسي. تفضل احمد. ممكن انت شفتها هكا، لكن هذاك الشيء اللي قاعدين نخدموا فيه في لي زونترينمون اليوم تطبق على لاتر. الحمد لله معنا الحاجات اللي حضرناها، الحاجات اللي الفيزيوناج، الخدمه اللي خدمناها، اللي شفنا النادي الفريق كيفاش يلعب، القراءه نتاع الماتش، حضرنا كل شيء. والحمد لله كما قلت لك اليوم توفقنا، واكيد حتى في اخر ماتش جبنا لوكازيون تاع 2-0، وكنا عارفين ان النادي الفريق باش يضغط معنا، باش يحاول سورتو بعد ما ماركينا باش يحاول يرجع باي طريقه، وحاضرين الكره الطويل وحضرنا روحنا والحمد لله. احنا الجروب ما فيش حاجه معناها واحد واخد بلاصه اللي هو فما جروب فما كونكورنس. وكما قلت لك الحاضر زاز اليوم جاسر قدم اداء كبير، اداء محترم، هو زياد الشرنير سنترال كانت باهي. الماتشات اللي فاتوا الكل زاد كانت حمزه وزياد كانت كيف كانوا حاضرين، سيرتو في لي باليريا في كل شيء في لي دويال براتيكمون رابحين لي دويال نتاعنا الكل. مراش انه اليوم تنجم تقول فلان معنا واحد من الاولاد انه عنده بلاصه باسمه ولا لا، لكن الناس كل حاضره والناس كل في تخدم والكونكورنس هي اللي تجي، وان شاء الله ربي يجيب نفسه. قدام لاتاك شي ناقص؟ ناقص احنا قاعدين نخلقوا في الفرص، لكن ماناش قاعدين نبركيو. ما نلومش على واحد ولا اثنين، الناس كل قاعدين نخدموا، نحاولوا كي نلقاو اكثر وقت نزيدو نخدمو معاهم اكثر، سورتو على الفينيسيون. معناش احنا ماناش نخدمو لواحد برك، ايكيب كامل جروب سوليدير نخدمو مع بعضنا، واليوم يماركي زايد غدو يماركي عامر ما عندنا حتى مشكل.